إنه لفضل كبير ومناسبة عظيمة أن نحتفل بمولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءتنا الفكرة مع أو بمشاركة السيد زوري حمزة منسق جمعية أولياء التلاميذ بسويزف، واتفقنا أن نحيي هذه السنة الحفل بالمدرسة. فوجهنا الدعوة لمدارس المقاطعة وكانت الاستجابة واسعة، ومن بين المدارس التي شاركت مدرسة 12 معلما ضحايا الواجب الوطني، مدرسة قدي حامد، مدرسة صار نبلاحة، مدرسة بوذياف محمد، والحمد لله بحضور السلطات المحلية وعلى رأسها السيد رئيس دائرة والسيد رئيس المجلس البلدي والسلطات الأمنية، وبحضور أطفالنا من جميع المدارس الذين أدوا أناشيد دينية ووطنية وأوبيرات. قد قامت يعني كل المدارس الابتدائية لبلدية سويزف بالتجمع في مدرسة بجريوات الحبيب و للقيام بالاحتفال بهذا الاحتفاليه بهذا المولد النبوي الشريف، عوض ان تحتفل كل مدرسه على حده لتوحيد الجهود. وكما تلاحظون حضرتم معنا هذه المناسبه يعني السعيده احتفال بذكرى مولد سيد الخلق، وان شاء الله يعني تخللتها عده عروض واناشيد دينيه بذكرى مولد النبوي الشريف، وغنينا أغاني وأناشيد جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة هذا اليوم احتفلنا وقمنا بغناء أناشيد جميلة، وأنا أعتز بهذا اليوم لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أبينا أمه أمينة، أبوه عبد الله مات ما رأه، الجد لربه أبو طالب عمه كان يحفف عنه، سيدة امرأة حليمة مرضعة نبينا تولد في مكة مات في المدينة صلى الله عليه وسلم.